دوكي بيعوا النعناع. رمان شحال ماندالين؟ شحال؟ 120. شكرا اخويا الله يعاون. سلام. شوفوا السوق كبير وفي غير هادشي. شحال الدجاج؟ زوينه ياك. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نديكم معايا المارشي اليومي ديال مدينه الجديده. هو واحد من المارشيات سميتو مارشي ديال اللزارة. غادي نمشيو نتقداو منه وغادي نديكم معايا تشوفوا، غادي يعجبكم بزاف. هذه اول مره غادي نصور لكم شي مارشي. ما عرفك نصور لكم سوق العرب في فرنسا. اليوم غادي نصور المارشي ديال المغرب وديال الجديده. الدخله ديال السوق زيتون زيتون حلويات كالخضارة الزيتون عاوتاني هادو كيبيعوا النعناع. هذا الساق فواكه. جينا معطلين شويه، ما جيناش مع الصباح دابا، راه فات 12 مارشي خوا شويه. طوماط سوغيز وهذا مول العطريه. مارشي كامل عامل بالخضره مطيشه. هذا المارشي راه كبير وكله عامر غير بهذا الشيء. كيكون هاد الحوانت ديال 5 دراهم، كلشي ب 5 دراهم 50 سنتيم دورو، كتشريو اي حاجه بغيتوها. هنا كاين هاد المحلات ديال اصلاح الهواتف، حوايج يكون عامر في الصباح وفي العشيه ثاني مور الجوج. حنا جينا بين 12 وجوج خوا شويه. شفتو هنا اش كيبيعوا؟ المهم اي حاجه طاح لكم على بالكم تلقاوها في هذا المارشي. هذا من واحد المارشيات اللي قراب لينا للدار. وهاد المحلات بحال هكا كيبيعوا داكشي ديال المضارب معمرين مصايبين السدادر القديم والجديد. شوفوا هنايا عندهم داكشي رخيص. شوفوا هنا تما هذاك كيصايب الفرارن باليد التقليدي داكشي زوين. تما كاين العطار رمان. شحال ماندالين؟ شحال؟ والحوايج وكل شيء كاين هنايا. شو عندهم القديم مولا النعناع السلاوي. يا
تما مازال الحوايج القديم والمهم الديسير الخضر كل شيء كاين. الحوانيس ديال المياه انا مازال تاني الخضر وداك الشيء. العنب ب 140 يعني 60 سنتيم 60 سنتيم دورو 120 مغربية. هذه كيعبر ليا الناس كيشريو. شكرا اخويا الله يعاون. سلام. شوفوا السوق كبير وفيه غير هادشي الخضرة والخبز اللي بغيتو. الجهة الاخرى فيها الدجاج. هذاك الراجل اللي هنا كيبيع الفرارن بحال مثلا هذا كيصايب غير هادشي ديال فرارن براريد وداك الشيء. عرفت شنو نخلص هاد المهم كبير بزاف وفيه غير هادشي عامر. المهم هاد المحلات كاينين بزاف هنايا. انا غنمشيو نشريو الدجاج. شحال الدجاج؟ زوينه ياك. وتما كاين غير حوانيس ديال العطاره وداك الشيء ديك الجهه كلها. شوفوا فاغي العطاره كذا كيصايب اصلاح التلفازات وداك الشيء. شوف مهم كبير حتى للراس لهنا. وصلت تما. بغيت نشري هاد القرعة ونعزل وحيدة. نعزل وحيدة هادي ولا هادي. شحال 50؟ عزل لي عفاك شي وحيدة. شحال الكيلو؟ 25 سنتيم دوغو الكيلو. دلاع كنصور لك. كنصور لك بالدلاع. عزل لي شي وحيدة زوينة. شوفوا عندو هادشي كلشي زوين تبارك الله. عندو الجهة الأخرى ثاني الحمد لله ما شاء الله. جات لي ليعة ديالتي جاتني ب 240 النغوفة هادي كاملة. معلم سلام عليك الله يعاون. شكرا. ماما تسوق كامل عامر غير بهذا الشيء. عندو هنا اللي كيبيعو النعناع السريعة والمسكة. هنايا الزيتون كتعجبني هاد الاجواء بحال هكا. كيعبر هنا هادو كيبيعوا الحلوى. هيا للسوق نشرو من عند السيده الخبز. شوف الدنيا كلها عامره غير بهاد الخضاره وهادشي. وهذا راه غير سوق صغير في الديرة الجديدة. وديك اللي كتشوفها لهنا الفالورة هذا سوق لالا زهرة. عرفتي تيكون الزحام هادو لي طاكسي تاع الجديدة بيضين. غادي نهبطو من تما حيت كيكونو مالين التوب. شوفوا هانتو الدنيا كلها عام كيصايبو الفرارن هادشي. المهم هداك الفيديو زوين متكامل صورت ليكم فيه السوق. هاديك بلاصة فيها كلشي. فيها السوق الخضر كيكون يوميا سميتو المارشي ديال لالا زهرة. تيكون يوميا من الصباح حتى الليل. كيكونوا هادوك الخضارة هادوك اللي كيصايبو المضارب داكشي ديال القديم كلشي كاين تما. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. والسلام عليكم.